صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعوا صبحيتهم معنا والأشخاص اللي انضموا لقلنا. أحلى صباح بيكمل، والموضوع التالي هو عن السينما. معنا مؤسس جمعية مجتمع بيروت السينمائي إسام لحود تيحكينا أكثر عن المشاريع اللي عم تقوم فيها الجمعية. بوجور سام. بوجور جوزيف. كيفك؟ ماشي الحال؟ سام، قبل ما نبلش نحكي عن الانشطه والقصص المتعدده اللي عم تحضروا لها، خبرنا اكثر عن الجمعيه، عن جمعيه مجتمع بيروت السينمائي. مجتمع بيروت السينمائي هي اول شيء مجموعه اشخاص شباب وصبايا بيشتغلوا بالسينما، قرروا من حوالي 15 سنه يعملوا حركه سموها بوقتها سينما من اجل قضيه، سينما فور كوز. بعدين مع الوقت عملنا كثير مشاريع من 2007 تقريبا من بعد حرب تموز، وقت حسينا انه في حاجه انه نسكر فراغ معين كان موجود بسبب الحرب. وبعدين طورنا شغلنا بال 2017 تاسست كجمعيه بتحمل شعار السينما المسؤوله، بتهدف ل نشر ثقافة السينما بعدة، عنا كذا أرم إذا بدي أقول، يعني كذا إيد. كل في إيد مسؤولة بتشتغل على موضوع السينما المسؤولة، responsible filmmaking، يعني كل شيء بقدر استعمل فيه السينما لحتى أعمل إلى حد ما تغيير معين بالمجتمع. وفي عنا أرم معينة هي بتنشر ثقافة السينما بداخل لبنان، يعني بنقدر نروح على الأطراف نعمل تدريب ونشر ثقافة السينما، ومن بيناتهم المشروع ما نحكي عنه اليوم. في عنا إيد ثالثة اللي هي بتشتغل على أنه نقدر نوصل الأفلام اللبنانية على كل مهرجانات العالم، من هيك بنعمل بنبرمج اكثر من 60-70 مهرجان بالعالم بيطلبوا منا افلام لبنانيه، بنكون نحن صله الوصل، بنوصل للفيلم ميكرز بهالمهرجانات، وبننظم مهرجان السينما اللبنانيه بكندا. وكمان عنا ايد رابعه لها علاقه ب كل شيء بنفكر فيه، كيف بدي حول لبنان لاندستري سينمائيه، بنقدر نعمل تدريب، بنعمل شغل عمل مع الشبيبه، نقدر نكون نوع من سبورت وقت اللي بنقدر، تحت رؤيه اسمها لبنان بلد صديق للسينما، فيلم فريند للبنان، يلي هي حابين نوصل يمكن بعد 15 سنه 20 سنه ما بعرف، بس بتخيل يمكن اقرب الموضوع، بس انه عم نشتغل على انه نكون جزء من ان نحول لبنان بلد صديق للسينما من خلال مشروع كثير كبير هذا بنحكي عنه بده وقت خاص له. اكيد سام، يعني مثل ما ذكرت النشاطات كثير كبيره، المهرجانات، يعني مثل ما شفنا قبل في مهرجان بيروت الدولي للسينما للمراه، مهرجان صح. الطفل والعائله، وكمان مثل ما ذكرت مهرجان القصيرة اللي هو بهروت الافلام القصيره، هذا مهرجان صار له 16 سنه بالانديوم نعمله، هو تقريبا فينا نقول الجوهره تبع بيروت فيلم سوسايتي، ومهرجان بيروت الدولي للسينما المراه هودي بنشوفهم كثير از هيك جولز تبعنا يعني. وكمان في مهرجانات عديده لها علاقه بالسينما السلام، لها علاقه بالسينما المناطقيه، كمان في بنساهم كمان بتنظيم بترون ميديترينيان فيلم فيستيفال بترون اللي هو للسينما المتوسطيه، مروحه كثير واسعه كمان. حتى ذكرت بكندا مهرجان السينما بكندا صح. خبرنا اكثر عن هذا الموضوع، عم بيكون في اقبال هونيك؟ اكيد هيدا المهرجان هلا عندنا بجون عم نحضر له، بحزيران عندنا مونريال واوتاوا، بعدين بسبتمبر عندنا فانكوفر، باكتوبر تورونتو، بنوفمبر هاليفاكس. سو هيدا مهرجان بيبرم بنعمل برنامج من الافلام اللبنانيه يلي بحب الجمهور يشوفها، مزيج شوي من الافلام الشعبيه والافلام السينما المؤلف مع برنامج الافلام القصيره، مع مجموعه محاضرات بنعملها بالجامعات الكنديه حول السينما والسينما اللبنانيه وشباب لبنان بالسينما. صار لنا 6 سنين، في مش اقبال، في عطش من اللبنانيه بكندا للافلام والثقافه اللبنانيه، لانه الفيلم مش بس بخبرك قصه، كمان بيردك على نوستالجيا حياتك، بيردك على وطنك، يعني بتشوف بلدك، بتشوف طرقاته، بتشوف حكي وبتشوف قصص المجتمع. والسينما اللبنانيه ما لنا سينما مجانيه، في اكيد افلام بس للتسليه، بس اغلبيه الافلام ان كان الشعبيه او السينما المؤلف في عندها هدف معين، انه تنقل واقع معين، تفرجيك صوره معينه. بقى هيدا اللبناني بحب يشوفه، بحب يحكي عنه، بحب يعطي رايه، وبتلاحظ انه اللبنانيه بكل العالم، يمكن لبنان كله نقات سينما، يعني كله بيعمل تحليل للفيلم وبفوت عليه وبقول لك ليش صور الصوره هيك؟ ليه هيدي حلوه؟ ليه هي مش حلوه؟ الى اخره. حلو الديناميك، يعني هيك متحرك. اكيد، وخاصه يمكن بالاغتراب بحنه اكثر. صح. هلا مثل ما ذكرنا الثقافه بشكل عام، ان كان فن ان كان سينما، كله بيوصل رسالة، مثل قضايا إنسانية، قضايا اجتماعية. خبرنا السينما كيف تلعب دور كوسيلة لهالقصص؟ السينما عندها دور كتير كبير، كتير كبير، لأنه بتوصل لكل البيوت،
والعالم سينما والأوديفيزيال يعني المرئي والمسموع بالمطلق يعني حتى المسلسلات السيريز في عندهم دور. هلأ أنا ما ننتبه على شغلي هون جوزيف شوي حساسي، ما بحب نكون كتير مدعيين بأنه أنا بدي غير المجتمع من خلال السينما ومن خلال التلفزيون، وهيدا الادعاء أوقات عند بعض الأشخاص بيكون سلبي. يعني بيجي أنا بقول أنا بدي بشر بهيدا الموضوع الاجتماعي، بصير نازل فيه بالتلفزيون بشكل بعدين بصير مبتذل، بعدين الناس ترفضه. يعني اليوم ما فيك تروح على بيئة وتقول أنا بدي غيرها دغري كلها سوا، بتعمل ردة فعل عليك. يعني بدك تنتبه كيف توصل الأمور، يعني حتى الأمور الأساسية اللي هي لازم تكون أنت فيها كاتيجوريك، يعني إيه ولا صح وغلط، مثل الاغتصاب، مثل المخدرات، مثل العنف المنزلي، مثل العنف تجاه الأطفال، مثل حقوق الطفل، هودي ما فيك تمزح فيهم، بكون كاتيجوريك. بس برضو ما فيك تفوت عليهم بهجوم منه ذكي، لأنه الناس بتكون بتعمل ردة فعل سلبية. يعني اليوم بنشوف بالتلفزيون في امور، يعني حتى في مسلسلات مع احترامي لشغله وللممثلين اللي فيها وللفريق العمل وللاخراج والفكره والكتابه وكلها، بس عم بتكون افلام يعني بدها ريتنج، يعني لازم يعني بس بدها مشاهدين. طيب ايه يعني في امور اسمن هيك، بدي اعرف وين هيدا الخيط الصغير. هلا دفنت السينما مثل ما قلت بتلعب دور كتير كبير بمناصرة حقوق الانسان ومناصرة حقوق المرأة وحقوق الطفل والتغيير المجتمعي، وحتى بالامور بدعم السلام. يعني لانه اليوم الاعلام، بعض الاعلام بيلعب دور سلبي ببروباغندا سياسيه فيها كثير من خطاب الكراهيه. يعني مثلا هلا شفنا بالانتخابات السوشيال ميديا والميديا بتحول من حريه لتحريض. يعني وين الحريه المسؤوله؟ وين دور الاعلام؟ في دور نبيل عند الاعلام، في دور كتير عالي محترم. يعني انا وقت شخص ياخذ صفه اعلامي، بقول اعلامي يعني هذا شخص مسؤول مسؤول وعم يعلم الناس وعم بيوجههم مطرح للصح. ما في يتحول لمطرح لخطاب الكراهيه للتصفيه حسابات سياسيه، لا، ما نكون شوي نوبل، ما نكون هيك عندنا نوع من الشرف. السينما حقيقيه اكثر، ما عندها بروباغندا. في سينما بروباغندا، بس انا عم بحكي سينما المؤلف المسؤوله. ما هدفها تبيعك برودوي او تبيعك فكره معينه، هدفها تخليك تشاركك بفكره معينه. وهيدا الفرق هون. السينما المسؤوله لما تشارك بفكره لها علاقه عن حقوق المراه، غير ما انه كنت عم بعمل توبيك بس لانه هيدا ببيع، بحط رجال شرقي مع مره شرقيه عم يضربوا بعض، بيضربها عم بيعنفها، ايه بجيب مهرجان مره. الموضوع حساس منه، يعني ما بدي يكون هاد مبتذل ورخيص، بدي يكون مسؤول وكون سانسير يعني حقيقي، وبينعرف الفيلم السانسير من الفيلم. هذا اللي كان بدي اقول لك اياه. يعني بالنهايه بتشوف كثير انواع من الفن، ولكن الاشخاص فيها تعرف يعني تقدر تتواصل مع الفيلم بطريقة معينة، صح، تحس حالها مرتبطة فيه. كنت كمان عم بتقول السينما بشكل عام عم بتكون عم توصل مواضيع حساسة، أكيد إذا عم بتكون عم تنفرد على العالم، العالم ما رح تتقبل، ولكن وسيلة رسالة تقدر تقرب العالم على مواضيع أشياء اجتماعية أو قضايا إنسانية. خلينا ننقل أكثر على نشاطات الجمعية، صح، ونحكي عن عكار. ليه نقيتوا عكار؟ اليوم عم نحكي عن مشروع اسمه Voices of Children، صوت الأطفال، عكار ماي تشايلد. عكار ماي تشايلد هيدا البرنامج بلش ببيروت، بيروت ماي تشايلد مع لاجيلد يلي هي دعمتنا مشروع. بلشنا ببيروت، مررنا حوالي 100 طفل بعد الانفجار، اجت كردة فعل على انفجار بيروت. فتنا على شوارع بيروت اللي تضررت بالانفجار حوالي البور، جربنا نفوت أول شيء فرحة على الأطفال، ثاني شيء نخليهم يعملوا سيلف ريكوفري، يعني يشفوا حالهم من هالتروما من خلال العاب، من خلال الانيميشن، من خلال ستوري تيلينج. هلا نحن وعم نحكي سام رح يكون عم يقطع، صح، فيديو كمان عن هذه ورشه التدريب. بقى نحن رحنا قررنا نروح على عكار، اخذنا حوالي 200 طفل 220 طفل مع شبكه عكار للتنميه يلي هن استضافونا وساعدونا بالتنظيم هناك، وبدعم من فونداسيون دو فرانس، اجانس فرانسيز دو ديفلوبمون، ومع لاجيلد يلي هن دعموا المشروع، ومجموعه اكيد اصدقاء كانوا عم يدعمونا. وقررنا ننظم 3 ايام لكل مجموعه اطفال من 30 ولد، فيهم عده دورات لهم علاقه بالمختصر لحتى ما نفوت بتفاصيل ونربح الوقت، كيف نحن عم نقدر من خلال الستوري تيلينج سرد القصه، من خلال البابتس الالعاب يقدروا يخبروا قصصهم ويقولوا شو الشيء اللي بيوجعهم، يحكوا عن مواضيع المجتمع، يحكوا عن قصصهم، اخبارهم، شغله كثير حلوه فيها نوع من الشفاء النفسي.
يعني مثل ما قلت كمان عم نشوف بالفيديو قد ايه الاطفال عم بيكونوا مرتاحين وعم بيقدروا يتشاركوا مع غيرهم. هيدي فيروز عم بتعطيهم صف تمثيل، كريستي بتعطي شوي عن السيلف لاف، عن حب الذات. اكيد يعني كذا حدا شارك ومنهم مشاهير كمان، مثل ما كنت عم تقلي تحت الهواء في اقبال كتير كبير وعالم كتير كمان عم بتشارك. خبرنا اكثر. نحن بنستضيف على طول جوزيف بكل دورة، بنستضيف ستار أو نجم بيكون هو أو هي عم بيخبر الأطفال عن مسيرة حياته، وهذا شوي بيعطيهم هيك رول موديل نتفي لحتى يكونوا عم يتمثلوا فيه. من هيك استضفنا مثلا ميشيل وهبي، الممثل الشاب، ممثل اللبنانية السورية جوي حلاق. في أطفال سوريين حسوا هيك بأمل لما شافوها، هي كمان هربت من سوريا بالحرب وإجت صارت ممثلة عم بتمثل بمسلسلات كبيرة. استضفنا معنا قصة. صح، كان وسام صليبة خبر عن حياته، خبرهم كيف بتصير الأفلام، كيف بنشغل بالتصوير، كان اللقاء حلو. استضفنا كمان جو قارح الوذرمان يلي حكي عن البيئة وعن كيف بدي حافظ عن 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 الأرض ضمن خلال اهتمامه بالبيئة. كمان زينة دكاش بعطي صف كمان عن دراما ثيرابي، واندرينا كوزي كانت معنا باخر سيشن. بقى في هيك تنوع كمان، وبحب اقول انه جورج خباز هو اللي كان اول شخص بلش معنا ببيروت كمان، كان هو هيك لقاء مميز مع الاولاد، بتعرف الاولاد بيحبوه كثير لجورج كمان. بما انه عم نحكي عن الشخصيات سام، خبرني عن ليف ذا بابت. ليف هلا شفنا ليف على التلفزيون. ليف هيدا اكتشاف الفريق، بدي اقول تحيه للفريق خصوصا زميلتي دوري السابع اللي هي بتدير كل مشاريع بيروت فيلم سوسايتي وهي مسؤوله عن البروجي مع الصبايا والشباب اللي عم يهتموا بالتدريب. ليف هو اخترعنا دميه اسمها ليف ذا بابت، عملنا لها شخصيه، صار عندها يوتيوب شانل وعندها فيسبوك شانل واكونت وانستغرام، وهلا عم تعمل افلام. وهيدا ليف رح يخبر الاطفال عن حقوقهم. في 43 حق بحسب اعلان اليونسكو والامم المتحده حقوق الطفل. هودي حقوق الطفل لازم يعرفهم، 43 جمله لازم يفهمها كل ولد، كل طفل. الطفل يعني تحت 18 سنه، ما عم نحكي اطفال 5-6 سنين. بقى ليف عم بخبر الولاد عن حقوقهم من خلال حلقات صغيره دقيقه دقيقه ونص لكل حق، انتجوهم الاولاد تبع كارما تشايلد، يعني كتبوا القصه وظبطوا السيت يعني هيدا المشروع اللي تمرنوا عليه واشتغلوا، وهيدا صرنا عاملين هلا 12 حلقه وبدنا نوصل ل 43، وراح يكون كت فيها فيلم مع بوكلت صغير فيه عن حقوق الطفل، بيروح على المدارس كل مدارس لبنان وممكن العالم العربي لحتى يكونوا اساتذه التربيه المدنيه او غير اساتذه يقدروا يستعملوه كجايد ليعلموا الاولاد على حقوقهم. شغله كثير حلوه وفن، وهيدا كمان بيحكي عن البيئه، بيحكي عن كثير قصص بتخص الانسان والطفل خصوصا، وراح يكون في عنده، بتخيل هذا الكاركتر راح يكون عنده مستقبل. كمان سام بس بدي ذكر المشاهدين اللي حابب يشوف صور او يتعرف اكثر على كمان النشاطات اللي عم تقوموا فيها، في زور صفحتكم على انستغرام @بيروت فيلم سوسايتي كلمه واحده بلا سبيس. بيروت فيلم سوسايتي كلمه واحده، بشوف كثير اشياء، وفي عنا لكل بروجي في له الاكونت تبعه بيشوفوه بالبايوغرافي تبع بيروت فيلم سوسايتي، هيك بيقدروا يروحوا على مهرجان بيروت للسينما المرأة، مهرجان بيروت شورتس اند يو انترناشونال حسب وين بدهم، حسب وين بيحبوا يشوفوا الليبانيز فيلم فيستيفال ان كندا. يعني نحن ما بنهدى جوزيف على مدار السنه، الله يعطيكم الف عافيه، بالعكس شغل كثير حلو. خبرنا اكثر عن ورشات التدريب للاطفال، كيف عم بيكون اقبال الاطفال؟ عم بيحبوا؟ شو عم بيتعلموا؟ عم بتلاقي انه في عالم يمكن ما معها خبر شو السينما، ما معها خبر شو الكاميرا؟ خبرنا اكثر عن هذا الموضوع. بدون شك بتعرف جوزيف انت انه قديش الكاميرا عندها شارم. يعني هالاولاد اول شيء بيكونوا مستحيين قسم منهم، بعدين لما يشوف صورنا بعدين حضرناها وشو عم نعمل بصير عنده فيها. اكيد هيك بصير معني اكثر بالشيء عم بيصير. هلا نحن بنعمل كثير اشياء، دورات من بيناتهم اشياء تقنيه، تدريب على الانيميشن، على البيبر كات، على الدمى، كيف بيصنعوا الدميه تبعهم. بنعمل كمان دورات لها علاقه بحب الذات، كيف بيتعلموا يشوفوا حالهم بشكل جيد ايجابي. بياخذوا كمان شيء عن السوشيال ميديا، يعني كيف ممكن السوشيال ميديا اويرنس، توعيه، وبياخذوا ستوري تيلينج، جندر ايشوز، كيف شو الفرق بين الصبي والبنت، شو حقوقك كطفل. يعني برنامج كثير واسع، يعني عم ياخذوا من كل شيء بالسينما، مش بشغله واحده، مش بس تصوير، مش بس تمثيل، عم بيتعلموا من كل المحلات ويمكن بيلاقوا محلهم اللي بيلاقوا. خبرنا عن النشاطات المقبله للجمعيه. هلا الاقرب هو عندنا مهرجان السينما اللبنانيه بكندا، وبعد منها مهرجان عندنا سينما من اجل السلام يلي هو بجولاي، هيدا كامب لتدريب الفيلم ميكر على سينما السلام، وبكفي المشروع رح نضل نحطكم بجوا مره بعد مره اكيد. يعني سام يعطيكم الف عافيه وبالتوفيق.
هذا كان وقتنا لليوم. بشكر كثير سام لحود، مؤسس جمعيه مجتمع بيروت السينمائي، وبدا كل العالم تفوت على انستغرام يشوفوا، يمكن كمان في اولاد بحبوا ساعات بتعملوا بغير مناطق وبتنتقلوا وبتشاركوا اكثر هيدي الشغله. ميرسي كثير لك سام. صبحيتنا بتكمل ولكن بعد هيدا البريك.